بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم أه كحوصلة لجميع الدروس السابقة في الرياضيات في الكتاب المدرسي كتاب المدرسي الرياضيات سنة خامسة ابتدائي الجيل الثاني أه كملنا درس علاقات حسابية والأطوال الآن أه أجند معارفي كمراجعة للدروس السابقة طيب مما لاحظته أنه تم حذف تم حذف هذه أجند معارف والحاصيلة لكن ممكن الأستاذ يديرها من باب المراجعة كمراجعة للدروس السابقة أنه هي أصلا فيها كمراجعة طيب تمر الأول ريو دي جانيرو مدينة برازيلية نظمت الألعاب الأولمبية سنة 2016 طيب في سنة في سنة 1800 كان عدد سكان منطقة ريو دي جانيرو الكبرى 43 نسمة. وفي سنة 1900 بلغ عدد سكانها 811 ألف نسمة. أما في سنة 2000 فقد بلغ عدد سكانها 10 10 مليون و600 ألف نسمة. ما هي الزيادة في عدد السكان؟ الزياده في عدد الزياده في عدد السكان أه ما هي الزياده في عدد السكان بين سنتين 1800 و 1900 بين 1800 و 1900 شندير عدد السكان في 1900 هو 811000 وعدد السكان في 1800 هو 43000 معناه

الزيادة في عدد السكان بين سنة 1800 و 1900 هي 768 ألف نسمة طيب بين سنة 1900 و 2000 طيب في 1900 كان عدد السكان 811 ألف وفي 2000 كان 10 ملايين و 600 ألف شندير 10 ملايين و 600 ألف ناقص 811 ألف إذا عدد السكان أو الزيادة في عدد السكان بين 1900 و2000 هي 9 ملايين و789 ألف 9 ملايين و789 ألف طيب بين سنة 1800 و2000 في ال2000 كانت 10 ملايين و600 و1800 كانت ثلاثة وأربعون ألف معنا عشرة ملايين وستمائة ألف ناقص ثلاثة وأربعون ألف نصيب عشرة ملايين وخمس مئة وسبعة وخمسون ألف الزيادة في عدد السكان بين ألف وثمانمائة وألفين هي عشرة ملايين وخمس مئة وسبعة وخمسون ألف طيب روح التمرين ثاني يبلغ طول نهر الأمازون الذي يقع في قارة أمريكا الجنوبية 6992 كيلومتر طيب بالكيلومتر هذا الطول يزيد عن طول آه لاحظ قال لك يزيد عن طول نهر النيل الذي يقع في إفريقيا ب139 كيلومتر كم هو طول نهر النيل قلنا لما يقول لك يزيد عن معناه يقول لك يما يزيد, يزيد يزيد عن طول نهر النيل الذي في في افريقيا معناها نهر الأمانو... الامازون هذا الطول يزيد عن طول نهر النيل الذي قوى في افريقيا ب 139 شندير طول نهر الامازون هذا نقص منه هذه الزياده اللي هي وتسعة 139 نصيب طول نهر النيل معناها ستة آلاف ناقص 139 وتسعة وثلاثون نصيب ستة آلاف وثلاثة وخمسون إذا طول نهر النيل هو ستة آلاف وثلاثة وخمسون هذا الطول ناقص هذا الزيادة نصيب ستة آلاف وثلاثة وخمسون كيلو متر اللي هو طول نهر النيل ثالثا تلقب غابة الأمازون برئة العالم غير أنها في خطر بسبب ممارسات الإنسان تقدر المساحة التي تتلف يومياً بما يساوي خمسون ملعب كرة قدم علماً أن مساحة ملعب كرة قدم تساوي خمسة آلاف متر مربع عبر عن قيس المساحة التي تتلف يومياً بالمتر المربع هو قال لك تتلف يومياً ما يساوي خمسين ملعب والملعب الواحد خمسة الاف متر مربع، معناه خمسة الاف في خمسين، المساحة التي تتلف يوميا بالمتر المربع خمسة الاف في خمسين، خمسة الاف في خمسين نصيب ميتين وخمسون ألف متر مربع، خمسة الاف في خمسون هي خمسة وعشرون- ميتين وخمسون ألف متر مربع، المساحة التي تتلف يوميا بالمتر المربع هي ميتين وخمسون ألف متر مربع. طيب التمرين الرابع قام أحد الجوالة برحلة بالسيارة وفق المسلك المبين بالأحمر على الخريطة أكمل التشفير المسلك الذي ينطلق من تمرست وينتهي بالجزائر انطلق من تمرست ووصل إلى الجزائر طيب ا انطلق من أو اثنان ا اثنان طيب من او اثنان راح راح لهنا اللي هي بي خمسة ولا سي خمسة هذي. ايه هنا ايه سي خمسة ثانية هذه سي خمسة في الوسط ايه المربع كامل سي خمسة مربع سي خمسة بعد سي خمسة راح من سي خمسة راح هنا إيه راح دي دي خمسة إذن هنا سي خمسة وهنا دي خمسة طيب بعد ذلك راح هنا اللي هي سي ستة سي ستة الموالية سي ستة بعد سي ستة أعود ولا هنا اللي هي هذه او ستة او ستة الموالية او ستة بعد او ستة راح هنا بعد او ستة اطلع غير فما ها هنا اللي هي او سبعة منا اللي هنا او سبعة طيب بعد الاو سبعة راح للجزائر هنا يا هاي من اللي هنا اللي هي دي دي سبعة التالية كامل دي سبعة بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة اسال الله عز وجل التوفيق لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله